السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ جاتكم في مقطع جديد. طبعا هذا المقطع سلسلة جديدة بالقناة، سلسلة احترف الهجوم. طبعا السلسلة شلون راح انظمها؟ شلون اجيب الهجمات؟ طبعا هالهجمات انا افتر بين الكلانات واجيب هجمات غريبة، هجمات بها فكرة، هجمات يعني عجبتني ولازم اعرضها يعني. فمثل ما تلاحظون قدامكم هجمة تاون هول 11 ماكس ضد تاون هول 9. والشي الغريب الاغرب من هالشي هذا انه هاجم تنانين، يعني ما ادري شلون اوصف لكم يعني تنانين هذا كله، وما نزل الامير ورا التنانين على مود حماية. يعني شوف الهجمة شلون صارت، نزل التنانين من جهة اليمين، فالتنانين هسه فوق واحد وجوا اثنين وبالنص العدد يعني الكبير. هذا اولا. ثانيا ما استخدم مشروب برق يكسر دفاع جوي، يعني استخدم تجميد واستخدم تسريع، زلزال ما استخدمهم. شيء غريب غريب عجيب بهاي الهجمة. فخلينا نشوف شنو صار بعد بالهجمة. دفاع التنانين جوا زادوا 3 تنانين وفوق واحد، يعني هسه حاليا هم كسروا تقريبا 60% من القرية. فهسه سووا قال خلي انزل الملوك، حان وقت تنزيل الملوك، فنزل الملوك ثلاثتهم. خلينا نشوف شنو صار. استخدم خاصيات الملوك كلهم سوا، ليش ما ادري، اتوقع على مود وقت راح يخلص، والله ما ادري بالضبط. المهم استخدم خاصيتهم ثلاثتهم يعني، والان يعني عدد هائل من الجيوش يعني من الجيش يتقدم الى ناحية فوق على الشرق، على اليمين العفو يا شرق. المهم كسر يعني ما بقى شيء، ونزل الدعم مستوى، يلا ذكر الدعم، ما ادري هو ما يحتاج دعم اصلا، ما يحتاج القرية هاي دعم اذا على هيك جيش. يعني ما ادري شلون اوصف هيك هجمة غريبة عجيبة رائعة خرافية ممتعة، ما ادري شنو اوصفها يعني. يعني شيء خرافي من هجمة، يعني انت لو تلاحظ قدامك 12 تنين، يعني تنين ضد تاون هول 9 ماكس، تنين ضد تاون هول 9 ماكس و100% شلون تجيب هيك نسبة؟ فهموني شلون تجيب هيك نسبة. فالمهم طبعا اكو شغلة واحدة، الدعم ما استخدم دعم كان من الممكن ان يستخدم دعم لافا، او ممكن يستخدم دعم فتشي، ما ادري ليش ما استخدم. المهم نروح على الهجمة الثانية. الهجمة الثانية تاون هول 9 ماكس ضد تاون هول 9، يعني استوى صاعد. خلينا نشوف الهجمة. طبعا هجمة جو هوغ، جو هوغ الجولم والخنزير. طبعا بالبداية حاول انه يطلع الدفاع الجوي، العفو المفجرات، يعني رمى هوغ فما طلع، فقال خلي انزل جيشي من جوه واكمل هجمتي. اوكي كتل الدعم، كتل الملوك، بابق غير ينزل خنازير. طبعا شوفوا الخنازير شلون نزلهم، يعني القرية صايرة مقوسة هسه، فالخنازير يمشون عدل. يعني شوف هسه المشاريب بالطاقة، شوف هسه هذا هسه نزله مشروب طاقة، شوف شلون نزله، يعني قدر يكسر 5 دفاعات او 4 دفاعات وما اثرت عليهم، ونزل بعد مشروب طاقة وزاد عنده بعد مشروب طاقة، قال كافي طشت يعني حتى ما يحتاج ينزل بعد. بس لو كان التاون هول 9 ماكس كان من الممكن انه ينزل مشروب طاقة. يعني المهم خلينا نكمل مسحة القرية 3 نجوم. يعني خلينا نحول للهجمة اللي بعدها. الهجمة اللي بعدها الشيء الغريب بيها انه استخدم يعني الهوك وما استخدم تنانين، مع العلم انه اي شخص تاون هول 8 يستخدم بس تنانين. والله كرهت التنين من وراكم. اوكي خلينا نشوف يعني شلون نسحب خنازير. يعني هاي القرية اذا تشوف انت اذا تجم خنازير تقول هاي القرية بالنص كلها فراغ، اخاف اهجم عليها، خلي ادبر لي تنانين وتنتهي السالفة. لا يا صديقي، الخنازير كل شيء تسوي، ماكو شيء مستحيل ما تسوي الخنازير. والهجمه اللي بعده هو اللي راح تعرف شنو اللي قاعد اقوله انا هسه. يعني شوف الخنازير الان، يعني عدد هائل من الخنازير، وطبعا خنازير ليفل 4، يعني نقول ما يخالف تمسح هيك قريه. هسه بقى بس تنظيف، فنشوفكم ورا الهجمه اللي بعدها.
الهجمة اللي بعدها قالت لاحظوا قدامكم خنازير ليفل 3 ضد تاون هول 8 ماكس وقرية هيك مفرعة. يعني ما ادري يعني شيء غريب هاي الهجمة، شيء غريب يعني. يعني انا شفت هالهجمة قلت لها صورها وهاي انشرها، يعني شيء غريب يعني خنازير ضد قرية مفتوحة مليانة بوم بوم كل هاي انفجارات، يعني فهمني شلون صارت ما ادري. المهم ما ادري من يعني حاض بخت ما ادري شنو اقول. المهم شوفوا شنو صار، خنازير يعني تفرعوا بالبداية لحد ما انقسموا يعني الى اربعة اقسام. من هسه الحظ القنبلة اللي فوق انفجرت على خنزير واحد كاملا ممكن ان تنتهي الهجمة، يعني بخت هاي الهجمة بخت نقول. بس يعني ماكو شيء مستحيل بالخنازير، تقدر تسوي كل شيء اللي تريده، قرية مفتوحة قرية مغلقة تاونول 9 8، يعني شيء غريب يعني تقدر كل شيء تسوي. خلينا نروح للهجمة اللي بعدها. هجمة اللي بعدها هم غريبة شوي، بس يعني جيش جولم مال تاون هول 10 ماكس وبيكا على قرية مليانة مربعات وسور ليفل ماكس تقريبا، يعني يعني هم شي غريب يعني شلون هيلر العفو بيكا وحجري ويدخلون على قرية سورها خرافي، شيء ايضا غريب. يعني شوف شنو صار، يعني ساحر يعني البيكا اللي فوق هو اللي ساعده بهواي اشياء. شوف البيكا اللي فوق اللي على اليسرى، علي يسرى لا اي صحيح، والساحر اللي علي من جوا هم يشتغلوا شغل خرافي. يعني القرية مسحت يعني من البداية للنهاية ماكو فد شي ظلوا يعني ورجعوا له، فعاشت ايدك على هاي الهجوم، يعني شيء خرافي 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 خرافي. هسه نروح للهجمة الأخيرة، الهجمة الأخيرة بالون ولافا وملوك ومشاريب كلها تسريع، ما استخدم مشروب طاقة هذا أولا. ثانيا المناطيد استخدم يوم 3 لافا، مع العلم انه لازم نستخدم 4 لافا، شيء غريب شيء غريب. وشوف نزل 2 لافا جوا، ما نزل لا 2 لافا فوق، ليش؟ لان جوا اكو ملكة، فعلى مود نستفاد من يعني من قوة دفاعهم، نستفادهم من قوة دفاعهم العفو، يعني على مود الملكة. فشو الملكة ماتت يعني ما استخدم مشروب طاقة، يعني هجمة غريبة عجيبة، يعني ما استخدم مشروب طاقة كله يستخدم، يعني هسه نعرفه احنا اللي يهجم يستخدم مشروب طاقة على مود حماية المناطيد، هنا ما استخدم، شيء غريب. ومع العلم انه اكو ملكة بالمنتصف، اكو ملكة بالمنتصف واستخدم هيج جيش، شيء خرافي. يعني يعني هسه انا عرفت انه تقدر تسوي بالمناطيد تستخدم مشاريب تسرع، ولا ما كنت ادري، يعني كنت اللي عارفه 2 من طاقه و2 جسمه او نستخدم هيت سبيل، يعني نقدر نستخدم. المهم وصلنا الحلقه يا شباب، اذا عجبتكم هاي هيك هجمات هيك اشياء، طبعا كتبوا كلان يعني كلانكم اسفل الكومنت، قولوا هيك كلاني وهيك كلاني. انا مو ممكن بالحلقه الجايه انه اصور بكلانكم هجمه بالحرب او هجمه يعني. وصلنا الحلقة، لا تنسى تحط لنا لايك لهذه الحلقة، وإذا كنت جديد اشترك بالقناة على مود تنزل في هذه الأيام الجاية راح ينزل سنيك بيكات، واليوم اكو سنيك بيكات إن شاء الله تحديث كلاش. أراكم قريبا، سو ليتر، شكرا للمتابعة، في أمان الله.